تواصلي معاكم من خلال هذا البرنامج. وسعدنا أن يكون معانا الفنانة التشكيلية عطار الثاقب، عضو الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية. يا هلا ومرحبا فيك وشكرا على قبول هذه الدعوة. يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله. ساعة المباركة أستاذ عطار. طبعا في البداية ودي أتكلم عن جائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي. نعم، بالفعل السيد إبراهيم الشطي رحمة الله عليه كان رجل له دور أساسي في تطوير الثقافة وتطوير الفن التشكيلي. أيضا هو غني عن التعريف في ورائد في الحركة والحياة السياسية والاقتصادية أيضا. نعم، يعني هذا النشاط بإذن الله، أنا ودي أتكلم أيضا عن جانب عدد المشاركات فيه. نعم. إن شاء الله، ومتى الانطلاقة؟ نعم إن شاء الله الافتتاح غدا باكر إن شاء الله الساعة 7 مساء. طبعا مشاركة الفنانين 62 فنان وفنانة مقدمين أكثر من 100 لوحة في هذا المعرض. نعم. أي معرض سادة طارق له فكرة، له هدف عام وله رسالة فنية، يعني هذا المعرض أكيد المقدم من خلال هذه الجائزة أكيد في رسالة فنية معينة أنا ودي أعرفها. أكيد نعم مشاهدة. صحيح، طبعا إحنا رسالتنا رسالة أول شيء الحب والسلام، التاريخ والحضارة لعشاق الفن التشكيلي. نعم، من خلال إقامة مثل هذه المعارض سادة طارق، يعني أكيد في تنسيق سابق وتنسيق لاحق خاصة صحيح. مع أزمة كورونا، يعني بتكلم عن التنسيق شلون كان وياكم؟ صحيح، بالبداية التنسيق كان من قبل عام. يعني هذا المعرض يفترض أن نكون مفتتحينه من قبل العام الماضي، لكن مع ظروف كورونا اضطرينا أن نأجل هذا المعرض. طبعا التنسيق كان عن طريق عائلة الكريمة للسيد إبراهيم رحمة الله عليه، تم الاتفاق، كان اهتمامهم الكبير أن يقام هذه الجائزة باسم المرحوم السيد إبراهيم الشطي، فكان التنسيق عن طريقه وعن طريق رئيس الجمعية الأستاذ عبد الرسول سلمان. نعم، انطلاق إن شاء الله في الغد بإذن الله. إن شاء الله. على كم يوم؟ وبإذن الله طبعا أنتم مطبقين أكيد الشرطات الصحية في أكيد. جانب المشاركة اللي ذكرتي أكثر من 60 مشارك من نعم. فنانين تشكيلين في هذا الجانب. المكان والزمان. أي نعم، طبعا بكرة إن شاء الله مثل ما قلت لك يفترض كان نفتتح من العام الماضي، بس شاء القدر أن نفتتح إن شاء الله باكر. المكان. المكان في جمعية الفنون التشكيلية منطقة حولي. نعم. وحياكم الله، يعني الدعوة مفتوحة للكل. شرطة صحية. طبعا. الله يعطيكم العافية. الله يسلمك. أنا ودي أيضا أتطرق إلى جانب أنواع الفنون التشكيلية المشاركة في هذه الجائزة، هل هي على فن تشكيلي معين ولا العملية لا مشاركة من جميع المدارس التشكيلية؟ بالفعل هي مشاركة من جميع المدارس التشكيلية المعاصرة المختلفة في جميع الأساليب الحديثة. نعم، أيضا في جانب التراث الكويتي أنتم مقدمين في هذا المعرض؟ يعني من خلال هل التراث الكويتي انتم مقدمينه من خلال الفن التشكيلي الخاص فيكم في هذا المعرض جهه جانب طبعا خاص؟ هو مخصص للتراث الكويتي لا شك ان التراث الشعبي الكويتي مميز في العماره الكويتيه القديمه، في الباديه، في البحر، في العادات والتقاليد، هذه كلها تتضمن مواضيع الرسم التشكيلي. ايضا حرفه الخزف هل هي مشاركه في هذا المعرض؟ احنا كنا اتطرقت وياك قبل الهواء على موضوع حرفة الخزف، وعندكم مرأة في هذا الجانب او نعم. في افكار معينة كان صراحة بودنا ان يكون من الحضور او المشاركين الفنانين تقديم اعمال الخزف، لكن مع الاسف ما تقدم لنا اي فنان في عمل خزفي. نعم، احنا نشوف هذه اللقطات تشوفينها السادة عبارة. نعم. يعني بعض اللقطات الخاصة في هذا المعرض انا اشوف ما شاء الله تبارك الله من هذه اللقطات و يعني عديدة هذه اللقطات حابة تعلقين على هذا الجانب على هذا المعرض. نعم. طبعا هذه المشاركات هذه ورش أمين الشراحي قبل شوي رضي الله عنه والعافية الله يسلمك. هذه طبعا ورش تقام في الجمعية الكويتية الفنون التشكيلية مع أبو عبد الله أستاذ عبد الرسول سلمان، طبعا تكون الورشة مفتوحة لأعضاء الجمعية وكل فنان حاب أن يشارك أو بورشة يتقدم قدام الأعضاء الموجودين في هذه الورشة. طبعا الورشة احنا ابتدينا من شهر يوليو الماضي ولا نزال قائمين فيها دون توقف. كعضو جمعية الفنانين التشكيلية أنا ودي أتكلم عن
دعمكم للفن التشكيلي والفنانين والناشئه، نعم، واكتشاف المواهب، يعني اكيد لكم دور في هذا الجانب. اكيد اكيد طبعا الدعم يكون عن طريق اقامه مثل ما قلت لك الورش الفنيه، وعندنا ملتقيات، ملتقى اسبوعي كل اسبوع يتم مناقشته طبعا عن الثقافه الفنيه بشكل عام. ايضا هناك مشاركات محليه وخارجيه، يعني سواء كانت مجموعه من الفنانين او تكون فرديه، يعني فنان يكون معرض خاص له سواء داخل الكويت او خارجها. نعم، خلال أزمة كورونا كان هناك تحول رقمي لجميع الأعمال والأنشطة في الكويت وفي العالم. هل صح. جمعية الفن التشكيلي وفنون التشكيلية تحولت إلى الجانب الأونلاين؟ كان أقمتم يعني نشاطات في الأونلاين؟ نعم. كان لكم دور في هذا الجانب؟ وأنت ذكرت طبعا هذا النشاط أو هذا المهرجان أو هذه الجائزة كان المفروض إقامتها قبل عام، ولكن نظرا لهذه الظروف أجلته بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. فكان لكم دور في الأونلاين؟ طبعا طبعا كان عن طريق موقع التواصل الاجتماعي بعنوان خليكم في البيت ارسم في البيت. فكانت حركة جدا إيجابية، فتفاجأنا أن ما شاء الله عدد كبير من الفنانين والأعضاء أن مقدمين عدد كبير من اللوحات مما شجعهم أن ينجزون داخل البيت. نعم، هذا كان أعتقد في الحظر ممكن. نعم صحيح، في جوانب الحظر واحد نعم. كان يشجع الالتزام في البيت. أي نعم، ارسم بالبيت. أي ارسم في البيت. طيب، هذه الجائزة بإذن الله في الغد هي نوعا ما دليل على عودة الورش الفنية إلى الحياة الطبيعية. نعم. هل إن شاء الله خلاص راح نشوف هذه العودة كاملة بإذن الله؟ هل عندكم أفكار لإقامة ورش أخرى في هذا المجال مستقبلا؟ بالفعل نعم، عندنا خطط مرتبة بالترتيب، فعالية وراء فعالية. طبعا يعتبر المعرض التراث هذا أول معرض بعد افتتاحه بعد أزمة كورونا، وتتاليها معارض أخرى إن شاء الله. نعم. في هذه الأزمات يكون في تحديات كبيرة. نعم. يعني خلال إقامتكم بمثل هذا المهرجان، الناس اللي ما تعرف خلف الكواليس دائما في تحديات صعوبات. شنو التحديات اللي واجهتكم؟ هل يكون في الاشتراطات الصحية، تطبيق تجميع هذا العدد 60 فنان تشكيلي معاكم؟ والله بالفعل بالبداية كنا خايفين بالفعل، يعني حتى كان مجموعة من الأعضاء يدخلون، مو وغير الأعضاء، احنا نستقبل جميع الفنانين. فكان أول دخولهم كنا احنا نحاتي انه هل هو مطعم ولا لا، فكنا نشيك على الباركودات. ايوه الباركود، انه هذا مطعم ولا لا، وكنا بالفعل احنا كنا خايفين. مطبقين هذا بكره ان شاء الله؟ لا اكيد، المطعم ما يخاف. لا لا اكيد. ونفس الشيء الكمامات سوف توزع حق اللي ما عندهم كمامات، التعقيم كذلك، انه قد ما نشوف انه اذا واحد مو بالاشتراطات الصحيه يجب علينا احنا نروح نوعيهم، ممكن يعني تتركون مسافه بينكم وبين، يعني لا يزال ان المرض موجود بيننا، فلازم نكون احنا ماشيين على الاحترازات هذه الصحيه. نعم، الماضي افكار، هل في افكار هذا المعرض؟ طبعا انتم اخذتم من الجانب التراثي، رسومات، فنون تشكيليه، ولكن هل ازمه كورونا موجوده في هذا الموضوع؟ هل كانت هناك فكره معينه شارك فيها احد الفنانين، خاصه الحظر والابتعاد والاكتئاب؟ نعم. والقلق والايجابيه. نعم ممكن، بس مو بهذا المعرض، في معارض ثانيه. لان هذا المعرض احنا خصيناه انه يكون فقط تراث شعبي كويتي بحت. يعني ما اتوقع انه يعني تراثي شعبي انه صعب ندخل عليه موضوع كورونا، بس الافكار موجوده. موجوده. نعم. مطبقه ان شاء الله في الورش القادمه مع عوده هذه الحياه. بارك الله فيك، يعطيك الصحه والعافيه على تواجدك معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا، شاكره لكم صراحه، وحياكم الله باكر ان شاء الله. سلام عليكم. كل الشكر وتقدير للاستاذ عطار الثاقب، عضو بالجمعيه الكويتيه للفنون التشكيليه. احنا مستمرين معاكم من خلال برنامجنا، برنامج بعد السادسة، وسنكون مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يقيم في مركز غنيم الهاني من أطفال الخدج والوراثة والسراب، الخدمات الصحية المقدمة من الدولة للمواطنين، مع استشاري الصحة العامة الدكتور أحمد الشطي مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية.